على غرار الدواء فيه سم قاتل، هيئة الدواء المصرية تحذر من دواء الكحة منتشر بالأسواق. فما هو هذا الدواء وما الضرر الذي قد يسببه للشخص وكيفية معرفة العبوات الأصلية من المغشوشة؟ كل هذه التفاصيل سنوضحها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. حذرت هيئة الدواء المصرية من دواء الكحة منتشر بالأسواق في عبوات مغشوشة وهو برانشكوم إليكزر، وقالت أن تشغيل المغشوشة تحمل رقم CEG077 وCEG053 من إنتاج شركة سانوفي. وسرعان ما طلبت هيئة الدواء المصرية بضبط ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة والمقلدة من هذا الدواء، محذرة من أضراره. والحقيقة أنه من وقت لآخر عادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية من انتشار أدوية غير مطابقة للمواصفات وسط جهود حكومية لتنفيذ حملات تفتيشية على الصيدليات لضبط تلك الأدوية. وعادة ما تتخوف الحكومة من احتواء السوق سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وإذا لم تؤذ هذه الأدوية إلى الوفاة كما في حالة المضادات الحيوية فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى. سنقول لحضراتكم بشكل سريع مواصفات الدواء الذي تم التحذير منه وهو برانشكوم إليكزر، وهو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أيضا أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية. أما عن طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلدة من العقار، فهي شكل العبوات من حيث الكرتون الخارجي والزجاجة الداخلية. وأكدت أنه في حالة وجود شكوى على الشخص الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة أو الاتصال على الخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني للهيئة. والحقيقة أن هذا لم يكن أول تحذير من الهيئة المصرية للدواء، لأنها سبق وحذرت في المنشور رقم 17 لعام 2023 من عبوات مقلدة من مستحضر تفانك 500 لتشغيل رقم CEG014 وكل التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات بالعبوة المقلدة. ويعد هذا الدواء من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهاب البروستاتا، كما يستخدم أيضا في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي وجرثومة المعدة. وكانت أيضا حضرت الهيئة من العبوات المقلدة من مستحضر أوكسيبروجست فيال من تصنيع شركة أكاديما لتشغيل رقم 233-0102 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة. ويستخدم الدواء كإحدى وسائل منع الحمل الهرمونية إضافة لعلاج النزيف الرحمي غير الطبيعي وسرطان بطانة الرحم. وقالت الهيئة أنه يمكن التفرقة ظاهريا بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضرات بناء على شكل العبوة والوجه الجانبي لها وشرط داخلي للدواء. وبشكل عام نوضح لحضراتكم أيضا بعض الإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب شراء الأدوية المغشوشة، لأنه غالبا ما يكون تغليف الأدوية المقلدة عالي الجودة وتبدو الأقراص المزيفة مطابقة للأدوية الأصلية، وفي بعض الأحيان يكون الفحص المختبري الطريقة الوحيدة لتحديد الفرق. ولكن من الضروري توخي الحذر عند شراء الأدوية وخاصة عبر الإنترنت، ويجب وضع بعض القواعد في الاعتبار عند الشراء لتجنب تلك الأدوية. أولاً، المكان لا تشتروا الأدوية من مواقع الإنترنت أو أسواق إلكترونية، واشتروا الأدوية من باعة مرخص لهم فقد يعرضون شهادة أصالة. وفي حالة الشك تحققوا لدى الهيئة التنظيمية الصحية المحلية من قائمة نقاط البيع المسجلة، وينطبق هذا الأمر على التجارة بشكليها الإلكتروني والتقليدي.
ثانياً، الوصفات الطبية يجب ألا تشتروا سوى الأدوية التي وصفها لكم الطبيب أو اختصاصي الرعاية الصحية. وعند شراء الأدوية على الإنترنت تحققوا من أن الموقع الإلكتروني طلب إبراز وصفة طبية، ولا تشتروا من المواقع الإلكترونية التي تبيع استناداً إلى مجرد استبيان أدوية. أيضاً يمكن الاتصال بصيدلي عليها. ثالثاً، الوعود، فعليكم الحذر من الصيدليات التي تطلق وعوداً مغرية لدرجة يصعب تصديقها. أيضاً السعر، فيجب مقارنة السعر بأسعار المنتجات التي تشترونها عادةً أو بالأسعار المعمول بها لدى باعة معروفين، فإذا كان أقل بكثير فمن المرجح أن يكون المنتج مقلداً. وكذلك الخصوصية، فيجب عدم تزويد المواقع الإلكترونية بأي معلومات مالية ما لم تتأكدوا من استخدامها نظاماً مأموناً للدفع الإلكتروني بالإتجار بالمنتجات الطبية المقلدة. قد ارتبط أيضاً بالاحتيال بطاقات الائتمان وانتحال الهوية، فلا تقدموا أي معلومات شخصية تتجاوز حدود المعلومات الطبية اللازمة. حصر أخيراً المنتج، فيجب مقارنة الأدوية بتلك التي توصف لكم في العادة ويكون الدواء مقلداً. إذا تحقق أحد الأمور التالية: أولاً، أن يحتوي على مكونات كثيرة أو قليلة للغاية، أو مكونات أخرى مختلفة أيضاً عن ادعاء امتلاك خواص أو آثار جانبية مختلفة، وأيضاً إذا اختلف في الشكل أو الحجم أو الطعم أو اللون، وكذلك إذا وضعت عليه علامة غير صحيحة أو لم توضع عليه أي علامة، وإذا انتهت مدة صلاحيته أو لم يحدد عليه تاريخ انتهاء الصلاحية، أو إذا كان لا يحتوي على معلومات تصف كيفية حفظه، وأيضا أن يكون غلافه متدني الجودة أو يبدو أنه تعرض للتلاعب، وأخيرا أن يحتوي الغلاف أو إرشادات الاستخدام على أخطاء إملائية أو نحوية. ولكن في حال أنه تم شراء الدواء المقلد بالفعل، فيجب الاتصال بالصيدلية التي تم الشراء منها أو باختصاصي الرعاية الصحية المسؤول من الشخص. وفي حالة أن وجد منتجاً طبياً معروضاً للبيع وتم الاشتباه فيه أنه مقلد سواء كان على الإنترنت أو في الأسواق، فيجب إبلاغ الشرطة المحلية عنه أو هيئة تنظيم القطاع الصحي. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.